السلام عليكم ورحمة الله. الزوج اللون، هذه هي الجزائر الجديدة تاع الرخيص الشرشبون. القضاء فيها يتخذ قرار ويحكم بإحكام، ومن بعد يعاود يدور على روحه ويبرأ اللي أدانه وحكم عليه ويدين ويسجن من برأه من قبل. لطفي نزار ولد المجرم الحركي ابن الحركي نزخال نزار، معروف عن جميع، محكوم عليه بعشرين سنة سجن في القضاء العسكري. برؤوه كما برؤوا باباه وبرؤوا سعيد بوتفليقة وطرطاق ويزحنوا الجماعة كامل. قال لك هذه شرية تاع القايد صالح، الله لا يرحمه، الله لا يرحم في أعظم. نتكلم على قائد الأركان وليس على الإنسان، الإنسان شيء آخر، لكن قائد الأركان اللي هو سبب ما رانا نعيشوا فيه اليوم بتعيين طرطور شرشابون هذايا، رانا نعيشوا فيه هذا انقلب على الإرادة الشعبية، الله لا يضرب، الله لا يرحم في أعظم. هذا اللي نقوله. المهم هذا ولد نزار حكم عليه ثاني في القضاء المدني بتهم ثابتة، تهم ثابتة يعني تهريب الأموال، تبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير، تزوير وثائق، كل شيء. يا سيدي نقولوا باللي هذايا لطفي نزار ما هربش الاموال، نقولوا له منين جبت بشريت بارتمان ب 98 متر مربع في برشلونه، منين جبت دراهم بشريت تيرا ب 6000 متر مربع في تيراغونا. لا جيت جالس في التاريخ خص الدراهم، باش كنت تعيش المدة هذه كامل انت وباباك في اسبانيا، منين جاوكم الدراهم؟ هذا من جهة. نعاود ننشر لكم الفيديو اللي حطيناه وراحوا على جالو كسروا بيراتاو القناة، ولكن الوثائق مازال موجودة ونعاود نخرجوه قبل 4 نوفمبر، لأن باش ينطقوا بالحكم من 4 نوفمبر. هذا السي ولد نزار حكموا الشوفور ديالو مخرج بورش مزورها باسم مرتو شاهيناز وفيها اون بلوس مقرا 156 الف اورو، حكم الشوفير في الحبس. ولطفي نزار حكموه، منش حكموه ولا لا، واحد ما شاف في المحكمة. على كل حال هو ومرتو في زوج محكوم عليهم 6 سنين حبس وغرامة مالية. قالك مشى وحاكموه وكذا وبو فرغ الموضة دارية الناسيونال، ونهار 4 نوفمبر باش ينطقوا بالحكم. الحكم معروف من الآن، سيبرأ لطفي نزار وزوجته شاهيناز وسيعتذر له قضاء التليفون وسيقدم له تعويضات، يعوضوا له، يعطوا له دراهم وينعلبوا الزريعة ديالكم منين كنتوا يا ولاد الحرام، من قاضي لرئيس جمهورية رخيص القائد أركان، كلكم كما راكم تهينوا في الجزائر بهذه الطريقة باش الواحد خامج كما لطفي نزار خبيث مجرم تهينوا الجزائر على جاله وعلى جال باباه ولد الحرام. الله لا يتربحهم، الله لا يتربح من كان السبب. هذه الدولة الجزائرية ولد الحرام تهينوا الجزائر بهذه الطريقة.
تهين الجزائر على جال من؟ على جال واحد رضع من بالزرد فرنسا من اللي خلق، نهار اللي خلق خالد نزار باباه كان من الجيش الفرنسي، كان ياكل من دراهم من يمد الجيش الفرنسي لباباه، يماه كي كانت ترضع فيه من بزولتها كانت تاكل دراهم فرنسا وتمدو الحليب للنزار، رضع دراهم فرنسا في بزولتها يماه، هنا البو بالراس ديالو. خبيث، هذا مجرم يقتل في الجزائريين كذبان، يقتل الجزائريين كذبان، مخليينو اليوم نزيدو تجود عينو الدولة الجزائرية باش تبرئو ولدو اللي يهرب في الأموال، اللي يخرب في اقتصاد البلاد، يخرب في اقتصاد البلاد يا ولاد الحرام، هكذا يرتكب جرم في حق الاقتصاد الجزائري، جرم في حق الشعب الجزائري، جرم في حق التاريخ الجزائري. يجي تبون ولد الحرام يحبيه كل مقران يا رئيس واحنا قوى ظالمة، شنو شرا يسرى في الجزائر يا حرامية ولد الحرام. ربي يقدر الخير لبلادنا ويبعد عليها ولد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحافيها ليش عقبوك صحافيها.